الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والإيمان بالمسيح الدجال. قال المصنف: والإيمان بالمسيح الدجال. لماذا؟ لأن الإيمان بالمسيح الدجال هو إيمان من الإيمان بالآخرة وبيوم القيامة. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب قصة جبريل المشهورة، قال يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فالإيمان بالمسيح الدجال يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن ظهور المسيح الدجال هو أحد علامات قرب اليوم الآخر وأحد علامات الساعة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر علامات الساعة في القرآن، قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء أشراطها يعني علامات الساعة، يعني علامات الساعة. ومن أعظم علامات الساعة ظهور المسيح الدجال. وعلامات الساعة قسمان: علامات صغرى وعلامات كبرى. طيب، ظهور المسيح الدجال من أي قسم؟ الكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. ظهور المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى. وفي زمن المسيح الدجال يأتي عيسى ابن مريم، وهو الذي يقتل المسيح الدجال، هو الذي يقتل المسيح الدجال. وقعد في العزبة هناك في بحري، عندي له كتب حقته مؤلفة، قال هو عيسى ابن مريم، قاعد ساكن في العزبة، اسمه سليمان أبو القاسم موسى مهدي. وقبل كده اتصلت به وانا تلفونه 128. زين، تخيل عيسى ابن مريم شايل تلفون. زين، دقيت انا ما اعرفه جالكسي ولا نايم، فدقيت له تلفون قلت له السلام عليكم عيسى ابن مريم، قال لي لا انا احد حوارينه. قال وينو ذاك؟ قال اديك لي وداني له. قلت له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى ابن مريم وجيه ويعني يقطر من راسه قطر كاللؤلؤ. فقال لي ايوه صح لما نطلع من الحمام. المهم، هو المشكلة ما انه زول ده مجنون في راسه، المشكلة في انه الناس المتابعينه. ودخوه طوالي بيقرا معانا، كان في الجامعة، جامعة النيلين، ودخوه الزول العامل فيه عيسى بن مريم ده ذات. سألته قال لي اصلا هو تجاني صوفي تجاني، وده الشاهد هنا يا جماعة، اصل الناس جايبين البلاوي في الكرة الأرضية وضيعوا كثير من المسلمين، بل ضيعوا اغلب المسلمين، اثنين بس الاخوان المسلمين والصوفيه. والله يجد، لان الصوفيه ضيعوا الدين وخلوا الناس يعبدوا البشر ويخلوا الله، الا من رحم الله من الناس. والاخوان المسلمين بيحموا الصوفيه وبينشروا لهم منهجهم وبيدعموهم وبيشكلوا لهم حمايه لكي لا يصل الحق إلى الصوفية. هذا الصد بين الحق وبين الصوفية هم الإخوان المسلمون. فالطائفتين ديل شر الخلق والخليقة، لابد أنت تعرف المعلومة دي، هم سبب كل بلوى في الأرض. الصوفية بجميع الطرق، تجانية، سمانية، قادرية، وأي زول اللي غلطك في الكلام ده جيبوا يناظرنا، ما عندنا مشكلة نحن، لكن هم ما بيجوا. دي المصيبة هنا، هما ما بيجوا، دي المصيبة. بتاع الغنم بتاع جون ده كان استضافنا الأسبوعين الفاتوا،
قلت لك قديش بلاي برنامج ثابت في القناه دي كل اسبوع، انا بس اطلع في الشاشه دي كل اسبوع، عندي رسائل دار اوصلها الشعب السوداني. قال لي كويس، ما شفتش قريب سته ولا خمسه قنوات. جا قال لي والله اي قناه خايفه منك، انت بتسوي لهم شنو؟ قلت له ما قاعد اسوي حاجه، نحن عندنا كتب وانا زاد ما عندي حاجه، عندنا كتب كتبوها صوفيه والاخوان المسلمين وعبد الحي يوسف والتكفيرين وجماعه، وزعوها في السوق، وزعوها باعوها في السوق، ونحن اشتريناها بقروشنا نحن، وبنجي نقراها في الغناء بنقراها. هسه ده كلام غلط يا جماعه، ده كلام غلط، ما في غلط. هو وزعها في السوق ليه؟ ليه نزل الكتب السوق؟ عشان يشتروها عشان يقروها. طيب انا قريتها في الغناء لنفسي، قريتها قدام الناس، المهم قريتها في النهايه. الناس بتخاف ليه؟ عشان كده اي صاحب بدعه، اي صاحب بدعه كان ميت ولا حي، اي صاحب بدعه لو دكتور لو بروفيسور لو مدير جامعه لو من هيئه علماء كذا لو 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 صاحب بدعه تلقاه يخاف خوف شديد جدا من الحق ومن اهله. عشان كده محمد بن عبد الوهاب الامام رحمه الله قال العامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء الضالين، لكن ياتوا الذي معه شنو يا جماعه؟ سلاح، معه علم بما يدعو اليه، ده بيخوف الكره الارضيه دي كلها. عشان كده ما بيفتحوا لك انت الاعلام، لكن بيفتحوا لاهل البدع، لانه لو فتحوا لك انت بتفرتك الدنيا دي، والبركات بتنزل من السماء، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ما بيفتحوا لك، لانه هم دارين الضلال. اصحاب كثير من القنوات الفضائيه واصحاب كثير من الاعلام دارين الضلال اصلا ينتشر. طيب، لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ زول يعرف يا جماعه، لماذا سمي بالمسيح؟ زول يعرف؟ ايوه محمد، ده سبب ذكروه بعض العلماء، قالوا سمي بالمسيح لانه يمسح الارض، يعني يمشي بالارض بسرعه، زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له وما لبثه في الارض؟ قال 40 يوما. ده سبب، سبب ثاني ايوه، قالوا لانه عينه شنو يا جماعه؟ ممسوحه. وذكر الاقاويل دي الامام القرطبي في كتاب التذكره في احوال الموتى وامور الاخره وغيره، قال لانه عينه شنو يا جماعه؟ ممسوحه العين اليمنى. والعين اليسرى ذاته جاءت في روايات صحيحه في الصحيح انه العين اليسرى ذاته اعور فيها بالمناسبه. اليمنى ممسوحه واعور العين اليمنى كما في روايات، واليسرى ذاته فيها اشكال. لكن اليسرى جمعا بين الروايات كلها الفقهاء جمعوا قالوا هي مطفيه لكن فيها بصيص من الضوء، يعني ضوء العين، يعني مطفيه لكن ما للنهايه، في حاجه بسيطه بيشوف فيها. فعيون الاثنين عورات، في معور مسيح الدجال. وسمي بالدجال من الدجل يعني الكذب، ومن المهم في النهايه هو الدجال يعني كذاب ومحتال. وهو رجل من بني ادم لكن جسمه ضخم، زي ما جاء في قصه تميم بن اوس الداري، حكى للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس طلع المنبر حكى للناس قصه طويله جدا في صحيح مسلم جاءت، وهي من اجمع الاحاديث التي جمعت ذكر وقصه الدجال، قصه تميم بن اوس الداري في صحيح مسلم. فجاء فيها انه شاب من بني ادم، اضخم انسان تميم قال رايناه في حياتنا هو المسيح الدجال، وانسان بشر لكن جسمه شنو يا جماعه؟ ضخم جدا جدا، لونه احمر، يعني لا ابيض ولا اخضر، لونه احمر. الشعر بتاعه شديد جعودة الشعر، يعني خشن وشديد الخشونة، وكرعينه تحت الساقين بتاعينه ديل مغوصات زي اليدين بتاعت الزردية، يدين الزردية مش عاملة كده، يدين الزردية، فبس كرعينه زي ده كده مغوصات. وهو كافر لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال مكتوب بين عينيه كافر، لكن قال يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب.
لكن لو زول بروفيسور او دكتور ما مؤمن بيستغيث بالبرعي، لابس له حجاب تميمه يعتقد فيها انها تنفع او تضر، يستغيث بالموتى، مشرك، يستعين بغير الله، خلاص يذبح لغير الله، ده ما بيقرا كلمه كافر دي. حتى لو بروفيسور مدير جامعه برضه ما بيقرا، ما بيقرا. الشرط لقرايه انه كافر ما انك تكون متعلم القراءه والكتابه، لا، الشرط انك تكون موحد. مؤمن دي يعني موحد بالمناسبه، لانه ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الايه بظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرك، وجاء الشرك في الايه ولم يلبسوا ايمانهم بشرك، معنى الايه جاء الشرك في مقابل الايمان يعني ضده في الايه دي. وضد الشرك شنو؟ التوحيد. يبقى الايمان معناته شنو يا جماعه؟ معناته التوحيد. فقول النبي عليه الصلاه والسلام يقراه كل مؤمن يقرا جبهه المسيح الدجال مكتوب كافر او كافر، يقراه كل موحد، كل موحد ده المعنى كده. اي ذول مشرك يعتقد في غير الله، يدعو الميتين، يدعو الاولياء، يدعو الصالحين، يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان اغثني، يعتقد انه شيخه بيعلم الغيب او شيخ الطريقه بيدي الجنه او بينزل المطر، ده ما بيقرا كافر المكتوب بين عيني المسيح الدجال. حتى لو كان الرجل ده بروفيسور او دكتوراه، عنده دكتوراه، ما بيقرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقراه كل مؤمن، يعني كل موحد، كاتب او غير كاتب. يقعد في الواطه دي 40 يوم، اليوم الاول كسنه، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث قال كجمعه. والجمعة أو الجمعة كله صحيح هي الأسبوع يعني. وسمي الأسبوع جمعة لشرف يوم الجمعة، سموا بالأسبوع كله، وأيام الأسبوع كلها سبت أحد كذا خميس سموها جمعة لشرف يوم شنو يا جماعة؟ يوم الجمعة، لأنه أشرف يوم في الدنيا الجمعة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الأيام وخير الأيام عند الله يوم الجمعة، الحديث صح الألباني بصحيح الترغيب والترهيب. قال وخير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه عصى الله وأكل من الشجرة، وفيه تيب عليه، وفيه أنزل إلى الأرض، وفيه أخرج من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه أو إياها، وهي آخر ساعة في يوم الجمعة، الليلة الجمعة آخر ساعة قبل مغيب الشمس. وساعة ما معناته 60 دقيقة، يعني وقتي قليل هنا مقصود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها، وقت قليل قبل مغيب الشمس. وفي خلاف، لكن الراجح إنه قبل مغيب الشمس لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهي قبل غروب الشمس، أو في معنى الحديث هذا هو المعنى، وصح والألباني في صحيح الترغيب والترهيب، هو من رواية ابن عباس، فده فصل الخلاف الحديث. آخر ساعة من الجمعة قبل مغيب الشمس، قبل المغرب، دي الدعاء فيها مستجاب، تدعو الله بأي حاجة خير في الدنيا والآخرة الله بيديك له طوال، وقت مبارك والدعاء فيه مجاب، فده من فضل يوم الجمعة. طيب، فيوم كجمعة يعني يوم كأسبوع، وسائر أيامه التي يمكث فيها الدجال في الأرض كأيامكم. الصحابة قالوا هذا اليوم الذي كسنة أو كشهر كيف نصلي فيه، يعني سألوا عن الصلاة، قال أقدروا له قدره، تقدر له قدره وتصلي. وشو الصحابة همهم في اليوم ذاك إذا أدركوا همهم شنو يا جماعة؟ الصلاة. والليلة أغلب الناس اللي بيقولوا نحن مسلمين ما بيصلوا، وما أولئك بمؤمنين، دل ما مسلمين، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب، المسيح الدجال بيدخل أي بلدة إلا مكة والمدينة، بيجي اللاماب،
بيمشي الشجرة كالأكلات صان قاعد باللفة كلها بيمشي شرق الإسكان كله بيمشي ومبدة الحارات الجخيس أمريكا روسيا كل بيلف المساحة الدجال أي محل الشكينيبة برضو بيمشي الزريبة بيمشي الكباشي بيمشي بيمشي إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مكة وطابة في رواية قال وعلى المدينة يومئذ وللمدينة يومئذ سبعة أبواب على كل باب منها ملك بيده السيف سلطن يعني مطلع برا ها فحينما يقترب الدجال قال يهز الملك السيف بس يهزه له كده لسه ما ضربه ذات بس يهزه كده المسيح الدجال طوال يخاف ودي فيها فائدة ضعف الباطل مهما كان مهما كان يجيبوا لك زول بروفيسور الدكتور فاتحة غريب الله ويجي يقول لك ده ناظرك ضعيف ما عنده حاجة ما عنده أي حاجة زول يقول الولي يطلع من القبر بعد ما يموت ولو 100 سنة ذاته بعد ما يموت يقضي حوايج الناس ويرجع كان مدير لجامعة أم درمان الإسلامية للأسف الشديد زول ما نافع ما عنده عقل بتعريفة لأنه قال رب ارجعون ربنا قال شنو لعلي أعمل صالحا فيما ترك ربنا قال شنو كلا ما بترجع والله تخش القبر ما ترجع قال له ممكن يرجعوا طيب هو ذاته لما مات ما رجع ليه البروف ليه ما رجع أسعى لحد اللي لما رجع ولا بيرجع ما رجع والله ما يرجع لأنه الله قال كلا ما بترجع فمهما كان صاحب الباطل عنده شهادات وعمة مدغلبة كبيرة ده خواف خوف شديد جدا أي صاحب باطل الملك يعمل له كده يرجع مع إنه المسيح الدجال ده يقول للسماء أمطري تمطر ويقول للواطة طلع النبات تطلع مش النبات الكنوز الجولوات الناس الآن كلهم طفشوا الذهب مش ده مسيح الدجال بيجي يقول للواطة طلع تطلع لا بوكلين لا بتاع كلها تطلع وتمشي وراه كيعاسيب النحل ما عدا الملك بس يهز له السيف كده بس يهرب يجري من المدينة ما يقدر يخش في الوقت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحصل رجة في المدينة اهتزاز بسيط أو اهتزاز نوعا ما كما أراد الله قال فيخرج كل منافق سرورية كله مطلب لأنه السرورية أنا أكلمك كلام بدليل السرورية ديل خوارج الشيخ الفوزال قال عنهم في شريط المخرج من الفتن قال هم أشد من الخوارج وأضل من الخوارج الأوائل ذات يبقى هم خوارج النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح الألباني عند الترمذي من رواية عائشة سمى الخوارج منافقين يبقى أنا ما قلت لك الكلام ده صحيح قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني على الحوض القميص العلماء قالوا الخلافة الناس اللي يشيلوا عثمان من الخلافة لحد ما قتلوه وطعنوه منهم ديل الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام سموهم شنو منافقين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما يحصل اهتزاز في المدينة قال يخرج كل منها كل منافق ومنافقة دكتور مين ودكتور مين لحد الوقت ذاك إذا كانوا موجودين وما تابوا أول ما يحصل اهتزاز ديل بيجوا مكشوحين بتحل بيطلعوا من المدينة بيطلعوا من كل باب من الأبواب السبعة بيطلعوا وإن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد كلهم يتخارج يطلعوا يفضلوا الموحدين بس جوا المدينة ربنا حاميهم الله عز وجل عامل للمدينة سبع أبواب في كل باب ملك الدجال ما يقدر يخش يطوف بعد ذاك الواطة كلها السنة شنو؟ السنن شنو؟ أول سنة في مواجهة المسيح الدجال ولتكفى شر المسيح الدجال وما يصيبك شر المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال في بلد فلينأى عنه يعني سمعت جل ما تقول لا بيتي ومالي وطني لا 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 جا هنا قال لك تتخارج تمشي محل ثاني تنأى يعني تبتعد تنأى يعني شنو تبتعد جايين طوال تتخارج تركب ركشة إذا في ركشة الوقت ذاك المهم تتخارج تمشي ما تقيف يعني ما تقول أنا قوي وسأقيف قدامه لأنه السنة يا جماعة زول يبعد من مواطن الفتن والشبهات
وما تدري ربما يفتنك عن دينك، انت جايب دينك قوي يفتنك فتنأى عنه. دي السنة الأولى. السنة نمرة اثنين، تدعو الله من الآن. إذا ما كنت عارف السنة دي، مما عرفت الآن تدعو الله بعد التشهد الأخير من أي صلاة فرضية أو نافلة، وقبل السلام بعد التشهد الأخير وقبل السلام تستعيذ بالله من أربع. وجاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير من الصلاة فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السنة رقم ثلاثة، المسيح الدجال بيجي بنار وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدر الله أنه واجهك أنت تجري منه، لكن إذا جريت واجهك قدر الله أنه واجهك بالجنة وبالنار. جمعا بين الروايات التي أعلمها الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتغمض عينيك، تغمض شنو؟ عينيك، وتدخل في النار حقته هو. قال في رواية فإذا هو ماء عذب، وفي رواية قال فإذا هي جنة الله، وجمعا بين الروايات ماء عذب هي الجنة. فقال لك تغمض عينك، ما تفتح عينك، لأنه لو فتحت عينك ممكن تخاف الشيطان يجي يقول لك دي نار خايفة كيف أنت مجنون أرجع. لا، تغمض عينك وتخش وين؟ تخش في النار بتاعته. فإذا هي ماء عذب وهي الجنة، لو خشيت في الجنة هي النار وهي العذاب بتاعته. وده فيه فائدة، أن أهل البدع وأهل الأهواء والباطل يزينون الحق باطلا والباطل حقا. شكرا ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهكذا أهل البدع كلهم، الحق يصوروا لك باطل والباطل يصوروا لك حق. ده محمد المنتصر الإزيري، وده أخبث أهل البدع الآن في بلادنا السودان. أسأل الله يخزيه حيثما كان، حيثما حل، حيثما جلس، حيثما سار، لأنه ده بيسب الله وبيسب الإسلام وبيحرف القرآن والسنة، بينكر الآيات عديل. قال شنو؟ قال والله سمعت بأضاندي في إذاعة المساء 101 حقت حسين خوجلي أخزاه الله أيضا، فسمعت بأضاندي مباشر، برنامج كان مباشر حتى ما مسجل، قال إذا قلت لي ربنا مستوي على العرش معناته العرش أكبر من الله وده باطل ومحال. قلت لي ربنا مستوي على العرش، أنا اللي قلته ولا الله اللي قال؟ منو اللي قال الرحمن على العرش استوى؟ ده الله. من الذي قال ثم استوى على العرش؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. أزود بينكر القرآن ذاته، الآيات ذاته بينكرها، بيكفر بها. رجل زنديق لا حظ له في الإسلام هذا الرجل، وشغال الآن في وسائل الإعلام، وهسه قال سافر المغرب قال أعلى مؤتمر عالمي لعلماء المسلمين، وده ما من المسلمين عشان يكون من علماء. والله خسرت التذكرة، إن كان ركبوا فار في المقعد بتاعه في الطيارة ودوا تذكرة كان خيرا منه، رغم أن الفار فاسقا وهذا كافرا. عرفت كلامي؟ فده مجرم، مجرم إجرام عجيب جدا، يلبس الحق بالباطل للناس ويخدع المسلمين ويلبس لهم الحق باطل والباطل حق. ودي بلدنا، نحن نسوي شنو قدر الله وما شاء فعل. المهم بعد ذاك في رجل أعظم شهيد في ذلك الوقت، ده بيقابل المسيح الدجال ويقول لي آمن بي فيقول لا، فيجعل الله فيقول لا، وقبل ده بيمشي للمسيح الدجال فيتلقاه المسالح. المسالح ده الدراويش يعني بتاعينه، يعني المسيح الدجال والخفراء بتاعينه، فيقبضوا يدقوه دارين يقتلوه، فيقول أحدهم لهم ألم ينهاكم ربنا ألا تقتلوا أحدا دونه؟ ربنا هذا المسيح الدجال يعني كما يزعم. فيقوم يشيلوه دول المسيح الدجال، المسيح الدجال يقول لا آمن به، يقول لا أنت الكذاب وأنت الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جيبوا السيف، يقوم يشبحوه
يضربه المسيح الدجال حتى يقع جزلتين، يعني قطعتين، قطعة بجاي وقطعة بجاي. المسيح الدجال يمشي بين المنتصف القطعتين ويقول له قم، يقوم يتلصق يرجع ثاني. هسه ده لو شافوه الصوفية ما بيعبدوا من دون الله، وناس جريت الدار قالوا القبة بتاع داك عبد المحمود نور الدايم طلعت موية، من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن شرب شربة حلت جميع مشاكل الدنيا والآخرة له. ده زول ساكت مدفون مجوع وما عنده أي حاجة، زول دجال ساكت وما في موية ولا في سمك، كله كذب. ما بالك لو شاف المسيح الدجال قطع زول اثنين وقال له قم، فقام رجع حي ثاني. عليك الله ما بيعبدوا من دون الله. فقال لو أو ما تؤمن بي، قال أنت الأعور الكذاب. ثاني والزول ده قوي وتوحيده قوي، كيف يقول جيبوا السيف، ياخذ السيف وده يطبحه، فيجعل الله عنقه من نحاس او من حديد او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فيضرب الدجال السيف يرجع، يضرب السيف يرجع ما يقدر يطبحه، يقوم يشيله من كرعينه فيلقيه في ناره، فيحسب الناس انه دخل النار وانه في جنه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا أعظم شهيد، عنده شهادة آنذا هذا الرجل. لكن أوعك تقول أنا يمكن أكون هو، تمشي تفتش في المسيح الدجال، لأنه السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شنو أنا عنه، وبعدين زول واحد ما ممكن نكون كلنا هو الزول، هو واحد وقدر الله له ذلك وثبته الله في إيمانه ويقينه وتوحيده. فالسنة إنه أي زول سمع بالمسيح الدجال جه حتة إنك تشرد عديل كده، ده من السنة. هنا لما تزوغ وتشرد هنا ده من الدين، ربنا يأجرك عليه ويديك ثواب وحسنات. فالإيمان بالمسيح الدجال أحد أركان الإيمان، لأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر وعلامات قرب القيامة واليوم الآخر. الترابي بينكر المسيح الدجال وبينكر علامات الساعة، والترابي غير مؤمن بيوم القيامة أصلا، ويدعي أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما أفتى بذلك شيوخ الحركة الإسلامية، والوثيقة عندي ما تخاف قاعدة في البيت هسه ممكن أجيبه وأجيب ثلاثة دقائق. قال الترابي ده أصلا بيزعم أنه نبي من الأنبياء، قال والكلام ده جده الكبير كان في مكة قال أنا نبي، وقبضوا السعوديين قطعوا رقبته، ده جده قال أحد جدود الترابي الكبار، عشان كده بينكر أي كلام قاله الرسول بينكره، لأنه هو خاتي نفسه محل شنو؟ محل الرسول صلى الله عليه وسلم. زول منحرف تماما عن الدين وعن الإسلام، ورجل زنديق، والحمد لله ربنا الآن كسره ما عنده أي حال، لا بالسلطة ولا في السلطة ولا في الدين ولا في الدنيا. هذا الرجل المنحرف الذي يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أعلم من محمد لأنني أتكلم الفرنسية ومحمد لا يعرف الفرنسية، وهو لا يؤمن بجميع علامة الساعة، ولا يؤمن بالمسيح الدجال، ولا بنزول عيسى، ولا بعذاب القبر، ولا بنعيم القبر، ولا بحديث من الأحاديث أبدا، إلا حديث واحد لأنه فهمه بالقلبة، قال حديث أم ورقة صلت بالرجال فيجوز تصلي المرأة بالرجال، لأنه ده يقدم المرأة أمامه ويصلي خلفها، خاب وخسر. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. أي أم ورقة ما صلت بالرجال، صلت بأهل دارها، بنساء أهل دارها، بنساء أهل دارها، وده معروف يعني. نعم نعم أي ندعو، قاعدين ندعو الله، وباقي الناس برضه يدعو الله يرفع الشر عننا في بلدنا وعن المسلمين جميعا، ويدمر الشبهات والأباطيل والبدع التي يأتي بها أهل البدع. ونحن ما عندنا مشكلة كده شخصية أو قبلية مع صوفية ولا مع أخوان مسلمين ولا غيرهم، إنما مشكلتنا معهم في الإسلام ده اللي هم دارين يخبطوه ويخربوه وما هيقدروا. نحن لابد نرد ونقول الحق، وطالما هم بيقولوا الباطل ذاتهم ومفتوح لهم وينكروا استواء الله وعلو الله عز وجل وغيره من الأباطيل اللي قاعدين ينشروها بين الناس، نحن واجب علينا نقول الحق، رضي من رضي وابى من ابى، وما خسرانين حاجه نحن، بل بنكسب ثواب اعظم الثواب اذا دافعت عن دين الاسلام. ايوه
سامري ما المسيح الدجال يا اخي، سامري ده زمان ومات وانتهى، والمسيح الدجال ده موجود في جزيرة من جزر البحار زي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولسه هو ما طلع ذات، هو لسه ما طلع، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يا عباد الله اثبتوا. فلسه هو ما طلع أصلا، أن يكون هو السامري ذاك، ده لسه ما طلع أصلا ذات وقته، ما جاء أصلا المسيح الدجال. ايوه الدعاة عارفين، لكن هم دعاة ضلال، اذا بتقصد صار السنة والناس اللي عندهم لحى ومين وفلان وعلان وغيره، ودعاة الاخوان المسلمين دعاة باطل، وما دارين يتكلموا في التوحيد والشرك ويردوا على البرعي والصوفية، لانه هم بيفتكروا انه ده بيوقف الدعومات. خلي البرعي، انا اتكلمت في عبد الحي يوسف ده، خلي البرعي ذاك ده في كتاب كتيب صغير الرئيس اللي صار السنة قال لي البتاع ده بيهدد مستقبل الجماعة، والدعم كله عن طريق الخليج العربي عن طريق عبد الحي يوسف، فكتاب ده بيهدد المستقبل بتاع الجماعة، هذا انت راجي منه خير؟ هم عارفين انه ده باطل لكن ما دارين يقولوا، لانه بيهدد المصالح بتاعته، ونحن لو الكلام في الحق يعني بيهدم وبيقطع جسدنا ده بنقوله ان شاء الله تعالى، ما بينا ومبسوطين جدا والله، كل ما نقول الحق والله الواحد بحس انه يعني عمل كبير، لكن بس بخاف انه ربنا ما يقبله منه، دي المشكله هنا خلاص، لكن نسال الله عز وجل يخلص النوايا ويتقبل من الجميع، جميع الاخوان العاملين في حقل الدعوه، لكن الجماعه دي عارفين الحق ده، دكتور خالد وامين وهواري ومين 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 صلاح اللمين و و و وباشير وشنو، عارفين الحق ده عارفينه ودرسوه، لكن ما دارين يقولوا، ما دارين يقولوا، انا اسوي لهم شنو؟ وربنا قال ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب عبد الحي يوسف باختصار شديد ألف كتابا اسمه الاستبداد السياسي، الاستبداد السياسي، وده رسالة الدكتوراه حقته، عمل في جامعة أم درمان الإسلامية وما تاب منها لليلة، لأنه كان قريب بيدرسه في قناة طيبة برنامج اسمه شرح كتاب الاستبداد حقه هو نفسه، وهو رسالة الدكتوراه حقته، مش هو دكتور عبد الحي يوسف، دي الرسالة اللي بقى بها دكتور، أسوأ من أسوأ الكتب على وجه الأرض التي تؤصل وتؤسس لمنهج الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. الكتاب ده استبداد السياسي، أولا يعترض فيه على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن الخروج على الحاكم المسلم، دول حي يعترض على هذه الأحاديث، يعني يتكلم إنه مما عمل المستبدون على تقريره وتأصيله قال للناس عدم الخروج، ده كلامه بالملخص والمعنى، قال واجب على أهل العلم، ده كلامه بالنص، واجب على أهل العلم أن يزيلوا تلك المفاهيم الخاطئة، تحت المفاهيم شنو؟ الخاطئة التي عمل المستبدون على تقريرها من وجوب طاعتهم مهما جاروا أو ظلموا. طيب من الذي قرر وأوجب وجوب طاعة الحكام الظالمين المستبدين؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال العلماء الأثرة في الدنيا، يعني حاكم من ظلمه يأكل أموال الناس وأراضيهم، والأمور التي تنكرونها قالوا في الدين، يعني يلعب في الدين.
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ حكام في الدين بيلعب ويأكلوا دنيا الناس وأموالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم اليوم، أدوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم. حديث الثالث: قالوا أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا. يعني بعد ما هم ظالمين وبيأكلوا أموالكم وعندهم أخطاء في الدين، قال لا برضو ما تطلع لهم لحد ما شنو يا جماعة تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. عبد الحيوسف قال الكلام ده، قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ده من المفاهيم الخاطئة التي عمل المستبدون على تقريرها. وده ما المستبدين، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل الرسول مستبد؟ كيف عبد الحي يقول عمل المستبدون على تقريرها وقد قررها وأوجبها رسول الله؟ هل يا عبد الحي يوسف الرسول من المستبدين؟ سؤال. كتاب الاستبداد السياسي عبد الحي يوسف، ولو لم يكن فيه إلا هذه لكفى لضلال عبد الحي يوسف، وأنه رجل مبتدع وضال. اللي يمشي يفتح بلاء، أنا جاهز لو تب كلامي. كتاب الاستبداد السياسي وما تاب منه لحد الليلة، ده جواه فيه بالنص، إضافة إلى أنه فيه كفر عديل. الكتاب ده يبيح حرية أي ما، معلش أكمل وأديك أنت، معلش أتكلم. يكمل عبد الحي يوسف يقرر حرية الاعتقاد في نفس الكتاب الاستبداد. شنو يا جماعة؟ السياسي. أها، أنا نبسته؟ ما نبسته، كتب الكتاب وزعه في السوق. أنا مشيت اشتريته وقريته، وعبد الحي ما وزعه في السوق وأكل به قروش إلا عشان نحن نقراه. أها، نحن قريناه وما نبذناه، في حاجة هنا غلط؟ براه وزعه، يداك أوكتا وفوك نفخ. يا عبد الحي يوسف، حتى لما جيت اشتريته بمكتبة الفرقان في عمارة الإمارات غربي ما وقف جبرة بالسوق العربي، اللي بيبيع الكتاب سروري، والمكتبة حق السرورية اسمها تسجيلات الفرقان الإسلامية حقت أهل بدع، وبيعرف بعد الليل من تحت لفوق، ثاني بعد الليل طلع فوق ونزل تحت. يا أخي هو كتاب ولا وينه؟ اديناه ما أعرف 50 جنيه ولا كم ادانا الكتاب، براو وزع بالسوق. يبيح في هذا الكتاب حرية الاعتقاد. قال الشيخ العثيمين: من أباح حرية الاعتقاد فقد كفر. وده حكم عام، مش نحن بنقول عبد الحي يوسف كافر. في فرق بين انه يقول كلامه ده كفر، في فرق بين انه يقول هو شنو؟ كافر. فكلامه ده كفر كما أفتى الشيخ العثيمين، لكن هو كافر دي قد يكون جاهل بالحكم الشرعي، لكن بقوا دكتور مع جهله، وقد يكون وقد يكون وقد يكون متأول إلى آخره. خلاص. فالرجل ده رجل منحرف والله الذي لا إله غيره، ولا وعنده أي علاقة بمنهج أهل السنة والجماعة، ولو عوى ما عوى ولو بكى ما بكى، منهجه بيختلف تماما عن المنهج الصحيح. في صحيفة الشارع السياسي بتاريخ 2003، قاعدة هسه قاعدة في البيت عندي 13 سنة موجودة، سألوا عبد الحي يوسف: هل أنت سلفي؟ قال: لا، لست سلفيا، ولو وجدت جماعة باسم السلفية لست واحدا من أعضائها. براه قال هو برا أهل السنة والجماعة، لأنه ناس الإصلاح يقول لك أنت بدعته ليه؟ أنا ما بدعته، هو ما دخل أصلا، هو أصلا برا مبتلع. فهمت الفرق شنو؟ هو قال أنا ما معه. هسا لو زول قال أنا ما مسلم، غير مكره وغير مغلق، برا الإسلام ولا ما برا؟ برا. زول قال أنا ما سلفي، برا السلفية، مش نحن بدعناه، هو قاعد برا أصلا، ما خشى ما دق الباب ذاته، هو برا، برا السلفية، برا المنهج الحق، برا المنهج الصحيح، برا منهج أهل الحق. عرفت؟ عشان ما يقول لك غمت على حجة ولا ما غمت، إغامة الحجة دي على الزول اللي كان جوا وأتى ببدعة، بعد ذاك تغام ما تغام، ده موضوع ثاني، لكن ده ما دخل جوا يا ناس أصلا. من يومه أخو مسلم هو، صح أمه ولدته على الفطرة الصحيحة، لكنه بعد ذلك تأخونا. عرفت كلامي؟ بعد ذلك تأخونا فصار إخوانيا، فما دخل السلفية أصلا. عبد الحي يوسف، عبد الحي يوسف أصلا هو تابع للحركة الإسلامية للإخوان المسلمين، قطبي، سيد قطب، عشان كده بيقول سيد قطب سيد من سادات المسلمين. هسه حضرك له لأن داير يعني تتأكد،
قال سيد قطب سيد من سادات المسلمين، ده عبد الحي يوسف. وسيد قطب قال نبي الله موسى، حتى ما قال عنه نبي ولا قال عنه عليه الصلاة والسلام، قال موسى ده عصب المزاج. أها أنت بتزعل لنبي الله موسى كلم الله؟ ربنا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، شوف الآية دي والله بتعجبني شديد، برسالاتي وبكلامي اصطفيتك على الناس، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، إلى آخر الآيات. ده موسى عليه السلام. وربنا قال وكلم الله موسى تكليما. هنا الناس بينقسموا اثنين، في واحد لأنه مع الحزب عبد الحي ومع الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية أو 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 من أهل البدع والضلال، بيغضب لعبد الحي وسيد قطب ولا يغضب لكليم الله موسى. النوع الثاني ما من أهل البدع هؤلاء، يغضب لنبي الله موسى وللرسل والأنبياء، ويغضب من عبد الحي وسيد قطب وهؤلاء الفجرة الفسقة المبتدع الضالين. ده مؤمن تمام، والأول مبتدع تمام، مبتدع خالص. زول يقول ده سب الأنبياء، وعبد الحي أثنى على الذي يسب الأنبياء ويسب الصحابة ويسب الرسل، وعبد الحي قال ده سيد من سادات المسلمين. أنا ما أعرف ذاته الناس كيف، ذاته الدين ده فاهم منه كيف، كيف يا ناس؟ والناس خايفة ليه؟ كده دقيقة، الناس خايفة ليه؟ ليه خايفة؟ لا لا ما تتكلم في عبد الحي، القروش ما بتجي من الخليج. أسأل الله يعدمك لقمة الكسرة، ما تلقى لقمة بتاعت كسرة تأكلها يا دكتور عبد الكريم ومن معك. عرفت كلامي؟ دول بيسب الأنبياء ناس، عبد الحي زيه زي سيد قطب، لأنه القاعدة الفوزان والعسيمين قالوا الراضي كالفاعل. دليل القاعدة دي شنو الشرعية دي الراضي كالفاعل؟ الدليل الأول ربنا قال وهم يكفرون بالرحمن. قال الشيخ العسيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد وبالطبع أنه ليس كل المشركين كفروا وأنكروا اسم الرحمن، وإنما بعضهم، ولكن قال الله وهم كل المشركين يكفرون بالرحمن، قال لأن أولئك الآخرين رضوا بفعل هؤلاء، والقاعدة الراضي كالفاعل، ودليلها وهم يكفرون بالرحمن. دليل الثاني قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ده جمع، لا تعتذروا ده جمع، قد كفرتم، الميم هنا للجمع، بعد إيمانكم، الميم أيضا للجمع، جمع. ما كلهم استخروا في تلك الحالة، إنما كان واحد معه مجموعة قاعدين، والراجح أنهم من المنافقين، بعد خلاف الراجح أنهم من المنافقين. ربنا قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنه واحد قال الكلام ده حسب الرواية. العلماء الشيخ الفوزان قال لأن الراضي كالفاعل، فعبد الحي يوسف راضي بمنهج سيد قطب كله، فهو كالفاعل. داك سب الأنبياء، ده سب الأنبياء كالفاعل، سب الصحابة، ده سب الصحابة كالفاعل. عرفت كلامي؟ ناداني واحد قال لي كيف تتكلم في عبد الحي، أظن زول ضابط ولا شنو ما بعرفه وكذا، قلت له انت عبد الحي شكلك، قام سكت. قلت له عموما لو شكلك جيبوا لي انا، ده كتابه موزع في السوق والناس بيشتروه وبيشرحوا في غنى طيبه، كيف انا ما اقرا كتابه؟ ما اقرا كتابه ولا جوا عينك اقرا كتابه. ولو عبد الحي عنده اي تنظير في كلامي ده يفتح بلاغ يشتكي، شفت كيف؟ يجي يناظرني كله جاهز له بفضل الله عز وجل، عرفته؟ وما بيقدر يجي اصلا، لأنه رسلنا له دول جوا مكتوب الكتاب دول، حي ده نجلس معاك مناقشة مناظرة. قال والله يا مزمل ده ما مشهور، لابد اللي يجلس معاي يكون زول مشهور، خلاص لحد ما لعب في المريخ، بعد ذاك بجيب اقعد معاك، خلاص. فزول زول مجرم وزول مبتدع وما عنده أي حاجة، لكن أناس تسلطوا على الإسلام وتسلطوا على المسلمين وصنعتهم وسائل الإعلام لضرب الإسلام، بإذن الله قاعدين لهم بالمرصاد. طالما كتبت كتب وزعتوها
وطالما عندكم محاضرات بتضللوا فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هسه الكبيسي ده جايبه منه؟ سؤال. مش يا أبو بكر وراك إنه بيسب معاه ابن سفيان ويسب الصحابة ويفعل ويفعل وينكر الحجاب وكذا وكذا وكذا؟ أجايبه منه؟ جايبه عبد الحي يوسف ده ذاته، لأنه جايبه هيئة علماء السودان. أها، دي فيها منه؟ دول حي يوسف. ثاني، محمد الأمين إسماعيل نائب الأول لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. ها؟ هو ودى الصايم ديما أظنه برضه جوه وبتاع، المهم شغلة جوه كثير. لا لا، شفت كيف؟ ومحمد أحمد حسن جابوه هنا في الوالدين المسجد القريب ده. قال لي يا أخي مصافحة الرجل للمرأة كيف؟ عين كده عين كده. طبعا عارف في ناس بيصافحوا وفي ناس ما بيصافحوا، وعمك ده رد الطرفين. ها كيف يا ربي؟ أيوه. طيب قال إذا أنت جيت داخل ولقيت البيت ما تمد يدك، لكن إذا هي جت داخلة ما تحرجها. قال فرد ديل ورد ديل. شفت عمك ده كيف؟ رد ديل ورد ديل. جيت طوالي عندي عربية صغيرة، جيت كلموني جماعة، جيت استلمت طوالي من الباب، قلت له أنا بوصلك البيت شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ركبنا مشينا بيته جنب كلية جبرة الوقت ده كان، فما أعرف مشينا. المهم ماشيين في الطريق، قلت له يا أخي أنت قلت كذا وكذا، وعندي حديث أنا ما فاهمه. شوف حضراتنا بنتلطف معاهم كيف؟ لكن ناس مجرمين. قلت له يا أخي حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت، معليش طولنا لكن نختم بالقصة. أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت لما أسلموا النساء وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عديل كده، قالت يا رسول الله ألا تصافحنا؟ وديل أسلموا هسا عدي، ما في حاجة اسمها تحرية. لاحظ إنه الحديث ده بالذات، ده بالذات لاحظ له، أسلموا هسا الآن طوال مدت يدها. قالت ألا تصافحنا؟ ألا تبايعنا؟ قال إني لا أصافح النساء. وأسلموا يا دوب، لأنه ديل الأخوان المسلمين يقول لك ما تنفر من الدين وصافحة وأقلودة وكذا، لا أسلموا يا دوب. يا الأخوان المسلمين الآن بيغشوا الناس كده، بيقولوا لنا الناس كده خلاص. ألا تصافحنا يا رسول الله؟ قال لا، إني لا أصافح النساء. قمت أديته الحديث ده، قام عاين كده عاين، ما لقى أي فرقة، ما لقى أي فرقة. قال لي يا أخي إن شاء الله أنا عندي كتب ابن تيمية سأقرأها. طيب ما تقرأها من زمان؟ وخش جوا البيت وسمعت له بأضاندي وأنا مسافر في البساطة السياحية الكبيرة دي الوقت ذاك، إذاعة الكوثر كانت جديدة. قال هذه الإذاعة تعتبر غصة في حلوق المشركين، والله العظيم، ودي بتاعت المشركين ذاته بيأصلوا فيها الشرك. أنا ما بقول أي فنان خش فيها مشرك أو كافر، لكن هي بتاعتهم بمعنى إنه دي الإذاعة البوابة الإعلامية الأصلة الشرك بتاع المشركين الليل، ولا ما يهو يهو ذاته دايرين هذي اللي راكده بالشوالات بالشوالات خلاص، على إنه الإذاعة دي إذاعة تؤصل لشرك المشركين أسوأ من شرك المشركين الأوائل. محمد أحمد حسن قال هذه الإذاعة غصة، وجابوا الصادق عبد الله عبد الماجد بعديه طوالي قال وهي غصة في قلوب أعداء الإسلام واليهود. ودي بتاعت اليهود ذات، ده دين اليهود ذات جوايا. تفضل يا عم عندك سؤال شيخ. فأنا نعتقد أن هذا الكلام يصبح
خلوه يتكلم عمنا. فضل جزاك الله خير، كلامك تقريبا واضح يعني واكتمل. طيب عمنا هنا بيقول كلام يحتاج إلى تعقيب، وأنا سأتلطف معك إن شاء الله في العبارة كالآتي. التعقيب يقول: لماذا لا نخرج على الحاكم إذا كان ظلم؟ وأول شيء قال نحن بننصعه ونقومه، ولكن إذا ما استجاب لماذا لا نخرج عليه؟ لماذا لا نخرج عليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على الحاكم الظالم الذي لا يستجيب للنصيحة، عشان كده ما بنخرج عليه. الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي، ده بصحيح مسلم كتاب الإمارة، ولا يستنون بسنتي. يعني شنو لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي؟ هؤلاء الحكام الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شنو فسد؟ هم اللي انت بتتكلم عنه، او المنطق اللي انت بتتكلم عنه. وإنه سيقوم فيهم رجال، من تتأمل في الحديث ده صحيح مسلم كتاب الإمارة، سيقوم فيهم رجال قلوب شياطين، مع الحكام الفسد ذي الذات ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب شياطين في جثمان إنس، في أسوأ من كده؟ شياطين عادي قلوبهم دي قلوب شياطين، لكن الصورة برا إنسان. بعد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاسمع وأطع للأمير من الجماعة ذي الذات الفسد ذي الذات، معهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فاسمع وأطع للأمير بعده، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تقريبا الجزئية الأخيرة من الحديث بالنص في صحيح مسلم كتاب الإمارة. لهذا السبب ما بنخرج على الحاكم، لأنه رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا إنما نخرج على الحاكم مهما ظلم ومهما فسد، بنص هذا الحديث صحيح. طيب الزول اللي بخالف النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا لهواه، وقال يا خنا كلام ده ما عاجبني بخالف، زي كلام عبد الحي، ربنا قال عنه شنو؟ ربنا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يا عمنا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة هي الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قبله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ونحن ما داري ليك ولا لأي واحد من المسلمين الطيبين الهلك. فلماذا لا نخرج؟ هذا هو الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخروج إلا في حالة واحدة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. حاكم سوريا بعض العلماء كفروا عديل تعيينا، ده بشار القاعد خلاص،
فالخروج على الكافر كفر بواح. بواح ابن حجر العسقلاني قال أي لا شك فيه، كفر واضح لا شك فيه. بعد ما يكفر الحاكم ذاته ما بعده بيبقى جهاد لما يبقى كافر، والجهاد ضد الكفار عنده شنو؟ شروط، مش كده؟ ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده شرط من شروط الجهاد، شرط أساسي إنه تعد القوة عشان تجاهد بها، ما تمشي يدينك فاضية. الخطأ بتاع الناس اللي خرجوا على حاكم سوريا اللي كفروا بعض العلماء، مش إنه هو كافر أو ما كافر، كفروا بعض العلماء المعتبرين الآن، لكن الخطأ في خروجهم ويدينهم ماله، ما عندهم قوة، ما طبقوا الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سمعوا كلام القرضاوي وعبد الحي يوسف في المنبر مسجل عندي، اخرجوا وبارك الله فيكم الشهداء ومليون شهيد، طلعهم قام بشار كتلهم، ومن أعان على قتل مسلم، من أعان على قتل مسلم عنده ذنب قدر ذنب القاتل. القرضاوي وعبد الحي قال لهم اخرجوا، ده هنا بيطبل في السودان السرورية من هنا طفش ومش في سوريا، وذاك بيطبل في القنوات الفضائية الجزيرة وغيرها القنوات التابعة لأخوان المسلمين، الناس مشوا وطلعوا ناس سوريا وقتلوا. الآن بقى أي مسجد يجي يقولوا ساعدونا ساعدونا، وناس مغلوب على أمرهم، مش نحن بنشمت فيهم، حسبهم مغلوب على أمرهم، وناس الله يساعدهم ووفق الناس يساعدهم، لكن السبب منه السبب فكرة الأخوان المسلمين فتاوى عبد الحي والقرضاوي وأمثالهم الباطلة، لأنه أنت ما عندك قوة الآن تقاتل شنو؟ ما عندك قوة. أنت بتسأل عن الجهاد تقول فلان وجاهدهم، تجاهد لمن يكون جهاد. الحاكم لو مسلم مهما ظلم ده ما جهاد، ده إفساد، لأنه خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه، يا ما الكلام ده والله واضح، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما القصص قصة قومناك بالسيف وغيره، العلماء طعنوا في أسانيد القصص دي قالوا ما صحيح، لكن لو فرضنا جدلا إنه صحيح ما في مشكلة، قول صحيح إسناده صحيح. طيب رجل من الصحابة قال لعمر الخطاب مثلا قومناك بسوفينا، قول في واحد قال نخرج عليك عديل مثلا يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج. نسمع كلامه الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس لما جماعة يعني تكلموا مسألة التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، وكان أبو بكر وعمر يمنعاني نسك التمتع، وكان فقههم في المسألة دي، قالوا لكي لا يؤجر البيت، أنا لما أطلع عليك من الموضوع كده مش طلعت وسرحت زي ما قلت يا عمنا، أنا بشرح لك حاجة متعلقة بالموضوع عشان المعلومة تكتمل يعني. شكيد النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ميتة البحر قام قال أنا توضأ من ماء البحر، قام قال شو هو الطهور ماؤه، وده سألوا عنه، قال والحل ميتته، ده ما سألوا عنه، ما سألوا عنه ده للفائدة اللي تكتمل الفائدة وزيادة الفائدة، وأنا مش بطلع وبسرح بمشي هناك خلاص. طيب ف القصص دي عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق رضي الله عنهما كان منعوا نسك التمتع، قالوا لكي لا يهجر البيت. الحج ما عنده ثلاث انساك، حج التمتع والافراد وشنو والقران. التمتع ده افضل حاجه، حتى بعض العلماء قالوا واجب عديل خلاص، افضل حاجه ليه؟ لانه فيه عمره وفيه حج، وسموه تمتع لانه بعد ما تعمر في البدايه بتقوم تفك الإحرام، ولو معاك زوجتك ممكن تأتيها وكذا وكذا لحد تنتظر يوم 8 ذي الحجة يوم التروية تمشي اليمين وكذا. المهم فعمر بن الخطاب أو بكر الصديق وعمر الخطاب منعوه، عندهم فقه ما ساكت، قالوا عشان البيت ده ما يهجر، لأنه زول لو حج التمتع حيعتمر وحيحج، حيعتمر وحيحج، يبقى تاني في نص السنة ما حيجي عمره، حينتظر الحج الجاي. فقالوا عشان البيت يكون معمر طوالي بالزوار، الناس يجي تعمر 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 لحد السنة الجاية الحج، وتاني تعمر تعمر، قام منعوا حج التمتع، فقه منهم خلاص. فقام الجماعة أخذوا بيقولوا بعض الناس، عبد الله بن عباس قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كده تمتع، ودي قالوا قالوا بكر عمر بن عباس قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال بكر وعمر، ودي لو بكر وعمر رضي الله عنهما. فيبقى لو قلت لي كائنا من كان زول، لو زول عديل فرضنا فرض قال نخرج على الحاكم، الرسول قال ما تخرج، هتاخذ كلام منه
كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ابن عباس قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طيب أما كلام عبد الحي يوسف إنه قلت هو يعني ما قاصد كذا وما لا لا قاصد هو قال أديك كلامه بالنص في نهاية كتاب الاستبداد السياسي قال واجب على أهل العلم أتمنى زول يكتب الكلام واجب على أهل العلم واجب واجب عليهم أن يزي يعني لو خالفوا حيرتكبوا حرام لأنه خالفوا الواجب تركوا الواجب واجب على أهل العلم أن يزيلوا تلك المفاهيم وده دين ما مفاهيم ده كلام الرسول يا جماعة كيف يكون مفاهيم بتاعت بشر بتاعت ناس ساكت أن يزيلوا تلك المفاهيم وقال الخاطئة التي أنا صبرت لي بس ما قطعت واحترمت شيبتك واحترمتك خلاص ولا نرد عليك بلطف يعني قلت نسخر وكده ما بنسخر من النوع زيك يا عمنا يا خالنا نحن يعني بنسخر من الزول المعاند البعض ما نقول له الحق يقوم ما يقبله ده بعد ده شنو ده إلا الذين ظلموا منهم الرد بيكون قوي جدا ودي السنة كده زي ما ذكر صحيح فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن على الشيخ طيب فقال واجب على أهل العلم أن يزيلوا تلك المفاهيم الخاطئة التي عمل المستبدون على تقريرها أهل مفهوم شنو يا عبد الحي ما حذفتها ولا شولة ما حذفتها ولا كلمة من طوالي قال كده من وجوب طاعتهم الضمير راجع لمنو الحكام المستبدين مستبدين يعني شنو ظالمين وقبل قررنا بالأحاديث الكثيرة إنه الحاكم الظالم يطاع إلا شنو يكفر كفر بواحد طيب من وجوب طاعتهم طيب منو قال طيع الحاكم الظالم قبل قررنا الأحاديث ما في داعي نعيدها تاني وغيرها من الأحاديث الكثيرة مهما جاروا أو ظلموا قال دي مفاهيم خاطئة قرروها الحكام الظالمين المستبدين دي ما قرروهم ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الحي طيب ليه ما علقت على عبد الحي لما قال سيد قطب سيد من سادات المسلمين هذه كيف سيد قطب قال موسى عصب المزاج ومتعجل هل عندك موسى عصب المزاج عليه الصلاة والسلام لا عين عبد الحي وسيد قطب عصب المزاج لأنه أثنى على سيد قطب وعارف كتبه كلها خلاص سيد قطب يقول الناس اللي قتلوا عثمان بن عفان وساروا عليه بس دي الثورات نتيجتها كده في النهاية والخروج على الحاكم قال تعتبر ثورتهم دي على عثمان بن عفان حتى ما بقول رضي الله عنه كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام وقبل لما سب نبي الله موسى كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب صفحة 200 طبعة جديدة تحت الدار السودانية للكتب اللي بتبيعها في العدالة الاجتماعية قال الناس الساروا على عثمان وقتلوه ثورتهم دي تعتبر فورة من روح الإسلام ده سيد قطب عبد الحي قال سيد قطب سيد من سادات المسلمين شفت كيف وموجودة كل الوثائق زولوا دائرة نديها أي زول فيكم دائرة يا جماعة يا إخوان نديكم لها جزاكم الله خير فعبد الحي ده أنا مصر إنه هو منحرف وضال ومبتدع وأنا بتمنى كلامي ده يصلوا يناديني بمشي ليه والله قناة طيبة مناظرة كبرى عبد الحي يوسف واحد شابع صغير ما عندي مشكلة وما مشهور أي ما مشهور بس أنت جيبني معاك خلاص أبين للناس الحق أبين للناس الحق الرجل ده ظال منحرف عبد الحي والمعلومة دي كل انصار السنة ما بيقدر يقولها بيرجفوا منها يقول لك لا عبد الحي ما شاء الله وزول عالم وفقيه زي ما قال محمد الأمين إسماعيل جامعة الخرطوم ليه لأنه الدعم كله بيجي عن طريقه بتاع الخليج العربي جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا ما والله تأخرنا جديد وعندنا آخر سؤال يا ما حنجيب على غيره فضل باقي الدول هل الدول دي هسه منتهين عن المشاكل عن كده وما السبب الرب اللي سلط علينا الحكام الظلام ايوه الواقع يشهد الرد على هذا السؤال الواقع يشهد هل هم مرتاحين ام لا الواقع يشهد مش كده بس الواقع يشهد والسبب اللي ربنا بيسلط على اي امه زول ظالم اذا هم ظلموا اشركوا بالله جزاكم الله خير بارك الله